ارجع لك تاني بقى عشان انا كل ما اكلمك بس كويس برضه. خلينا نروح لواحد من نجوم هذه المباراه كابتن محمود متولي. متولي ازيك؟ الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي جدا. وكابتن احمد دلال وكابتن احمد وكابتن اسامه حسني وكابتن كريم سعيد بيسلموا عليك. سلم لي عليهم كتير يا كابتن، الصراحه بحضرتك الف مبروك يا محمود. النهارده مباراه صعبه جدا، ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز بثلاث نقاط غاليه جدا يا محمود. طبعا الحمد لله كابتن على المباراه. طبعا المكسب كنا محتاجينه جدا في ظل ان احنا عندنا حافز كبير، ان احنا السنه اللي فاتت خدوا ماتشاتنا كلها، وده كان حافز كبير لينا. يعني مش هنقول ضغط، هنقول ان هو حافز، والحمد لله ادينا مباراه كويسه وخدنا ثلاثه نقط. الو ايوه كابتن حضرتك. طيب متولي، اصعب وقت في المباراه كان ايه؟ يعني يمكن الشوط الاول ما كانش فيه هجمات كثيره على النادي الاهلي، ولكن حتى في الشوط الثاني، ولكن اصعب وقت بالنسبه لك في المباراه كان ايه؟ يمكن يا كابتن دايما بيبقى الاصعب لما تستقبل هدف، لكن احنا دايما بنقول نتعب ونجتهد ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. الحمد لله ربنا كرمنا اتعادلنا، ده كان مهم في الاول، وبعد كده جبنا هدف في المكسب. الحمد لله ربنا كرمنا على قد تعبنا. انطوي تعبك النهارده ولا لا؟ مين؟ انطوي بقول لك تعبك النهارده؟ اكيد اكيد، لعيب كبير طبعا، الفريق كله فريق محترم جدا، تكتيك محترم جدا. طيب متولي، تغيير المركز من وسط الملعب للمدافع، هل ده بيفرق معاك او بيأثر فيك بشكل ايجابي او سلبي؟ يمكن يا كابتن يعني بتفرق مع اللعيب، المنتاليتي او طريقه التفكير بتفرق جدا لما تكون المفروض بتلعب في اكثر من مركز. لكن في الاول وفي الاخر انت بتبقى حاطط في دماغك ان المدير الفني هو ليه الحقيقه ان هو يطلب منك هتأدي فين او هيحتاجك فين في مباريات معينه. لازم يبقى عندك مرونه في ان انت تتعامل مع 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 المدير الفني بتاعك في اختياراته. يعني الحمد لله يمكن الموضوع بيبقى مختلف شويه من بوزيشن لبوزيشن، بس الحمد لله يعني بحاول ادي على قد ما اقدر افرق بين واجبات كل مركز. محمود، وانت في الملعب كنت حاسس ان النادي الاهلي هيكسب؟ والله يا كابتن انا عندي يقين من قبل الماتش. يمكن انا لعبت بيراميدز السنه اللي فاتت وانا في الاسماعيلي، احرزت هدفين في كل مباراه، دي كانت حاجه يمكن محسساني شويه، مخلياني متفائل من ماتشات بيراميدز. يمكن احنا النهارده عملنا جيم كويس قوي، خصوصا الشوط الاول كان المفروض ان احنا نحط يعني نحرز اهداف او اثنين في الشوط الاول، كانوا يريحونا جدا في بدايه المباراه. لكن الحمد لله احنا عملنا كده في الشوط الثاني. يمكن استقبال الهدف ده كان وقت صعب، لكن لازم نحط في دماغنا ان احنا كل ماتش هيبقى ليه ظروف معينه، حتى لو استقبلنا هدف لازم يبقى عندنا مرونه ومنتاليتي تساعدنا ان احنا نتعادل ونرجع للمباراه ثاني. الطموحات كبيرة جدا السنة دي يا محمود، يعني يمكن أنت أول سنة، في أول سنة أول لما جيت خدنا السوبر، أعتقد إن إحنا عندنا طموحات كتيرة وبطولات كتيرة في خلال هذا الشهر يعني. أكيد طبعا يا كابتن، يعني زي ما قلت لحضرتك أول مرة تقابلنا أنا قلت لحضرتك إن أنا محتاج إن أنا أعمل لنفسي تاريخ، ويمكن الحمد لله كان من أول الحاجات اللي عملتها كان بطولة السوبر. عندنا بطولة سوبر جاية في الطريق لازم نركز فيها جدا، لأن دي هتحسب لي تاني بطولة ليا مع النادي الأهلي. أيوه. أكيد في طموح كبير يا كابتن إن أنا أعمل لنفسي اسم وأعمل لنفسي تاريخ في النادي. تمام، تركيزكم طبعا في المباريات القادمة، عندنا لسه أربع مباريات لحين ما نلعب إن شاء الله في دور الثمانية مع سان داونز، ولكن تفكيرك بقى في مباراة سان داونز، أو أول ما عرفت إمبارح إن إحنا هنلعب سان داونز كان تفكيرك إيه؟ يعني بصراحه كابتن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا من الناس اللي بتفكر في الخطوات ما بسبقش الاحداث. كويس جدا، بفكر في خطوه خطوه. يعني يمكن عرفنا امبارح، بس كانت مجرد معلومه بالنسبه لي كابتن ان انا هلعب في دور الثمانيه فريق سان داونز، هي كانت مجرد معلومه لكن ما خدتش من تركيزي في مباراه النهارده اي حاجه. كويس جدا، انا بشكرك جدا يا محمود، والف الف مبروك على الثلاث نقط دول. شكرا لحضرتك كابتن، برحب بحضرتك تاني. شكرا جزيلا محمود متولي.